الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بكم في نشرة فنية جديدة على موقع صدى البلد، هنوضح فيها حقيقة لبس الفنانة سمية الخشاب للحجاب واعتزال نجم عالمي التمثيل، وتوقف لورديانا عن الرقص في رمضان، وأخبار تانية كتير. تابعونا. غيرت الفنانة سمية الخشاب صورة ملف حسابها الرسمي على تويتر بصورة ليها وهي لابسة الحجاب، ونشرت تغريدة قالت فيها بالإنجليزية: لا أستطيع الانتظار لرمضان. فظن بعض من متابعيها أنها قررت لبس الحجاب بالفعل، ولكن الصورة اللي استخدمتها كانت من 2017. أما الراقصة البرازيلية لورديانا فأعلنت خلال خاصية الستوري عبر حسابها على الانستجرام توقفها عن الرقص ونشر أي فيديوهات راقصة في شهر رمضان المبارك احتراماً منها للشهر الكريم. وكتبت لورديانا رسالة بالإنجليزية عبر انستجرام قالت فيها: احتراماً لشهر رمضان، لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام. وطرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3 تمهيداً لعرضه ضمن الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2022، وظهر فيه كل من الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وخالد الصاوي وأحمد السقا وأمير المصري ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل. روج الفنان أحمد خالد صالح لمسلسل رانيا وسكينة المقرر طرحه في موسم رمضان 2022، ونشر عبر صفحته على إنستغرام صورة ليه مع روبي، وهو من بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وسبا الرفعي وأوتاكا ونبيل نور الدين والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. احتفل الفنان حسن رداد بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها ونشر صور ليها عبر حسابه على إنستغرام. وكشف رغب علامة رفضه تقديم تتر مسلسلين في رمضان، وقال إنه بيختار على حسب الأغنية والكلمات، مش مهم مين نجوم العمل. أما عن علاقته بزوجته فقال إن تقديره ليها مش بيكون قدام الناس، وإنه مش بيحاول يعمل بروباجندا، وبيوفر ليها كل طلباتها وبيحقق لها كل أحلامها، وإنها ما كانتش تحلم بالحاجات اللي عملها لها، ولكن أهم حاجة القناعة وراحة البال، وأي حاجة تليق بيها وبعلتهم بينفذها. وضح إنه شخص روتيني جدا في بيته، كل حاجة بيعملها من الصبح لليل هي كل يوم، وإنه مش بيتبع كل شيء في الموضة بالذات في ملابسه، وده اللي بيسبب خلاف دايما ليه مع أبنائه. وأشار رغب علامة إلى أن بعض الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية حاليا يخجل منها، فلا شكل ولا صوت، لكنهم قدروا على فرض نفسهم وصناعة شيء من اللاشيء. وأعلن رغب علامة في حواره مع إنرجي تفاصيل أغنيته الجديدة ملك الرومانسية اللي هيتم طرحها قريب بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وهي من تأليف ناصر الجيل. وعن الأغاني اللي بيحبها في الفترة الأخيرة قال: الغزالة رايقة وسكر محلي، معرفش ويجز موصلش عندي لسه. وكشف عن المضايقات اللي لقاها في مشوار، وقال: في فترة من الفترات من كتر نجاح أغنياتي المصرية بعد النجوم في لبنان ومنهم ملحم بركات، عملوا عليا حملة لسحب الجنسية اللبنانية مني، وهو مسكين الله يرحمه كان نفسه ينجح في مصر وما نجحش. وإنه رد على هجوم ملحم بركات عليه وقال: لو بتعتبر غنائي باللهجة المصرية خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة، وإسكت بقى، الفن ثقافة وانتشار واسع. وقال عن قرارات نقابة المهنة الموسيقية بمنع عدد من مؤيدي المهرجانات، النقابة بتعمل شغلها، لكن في الوقت اللي احنا فيه القرارات دي مش هيبقى ليها نتيجة، خاصة اننا في عالم الديجيتال والسوشيال ميديا. واتكلم عن الفنان سعد المجرد وقال انه بيحبه كفنان لكن حياته الخاصة شيء تاني. ووضح علامة ان كل الحكام اللي شاركوا معاه في برامج المواهب بيختاروا صح الا احلام، بس بيحب تكون معاه بتسليه فهي طيبة. وعن اكتر برنامج مسابقات اعجب بيه قال هو The Voice. وعن مواصفات السوبر ستار من وجهة نظره قال: لو هعمل سوبر ستار على مزاجي هختار صوت امال ماهر وشخصية ماجدة رومي وشكل هيفاء وهبي، بس مش دلوقتي، من 10 سنين، وذكاء عمرو دياب. وكشف انه بيحب يسمع فيروز وهو مكتئب، والصبح بيحب يسمع ماجدة رومي، وهو سهران بيحب يسمع ام كلثوم، وهو بيلعب رياضة مش بيحب يسمع مزيكا. وعن أزمة اعتداء ويل سميث على كريس روك في النسخة 94 للحدث السنوي الكبير، فعقدت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار اجتماعا طارئا لمناقشتها. وفي بيان صادر عن الأكاديمية تأكد أن ويل سميث يواجه عقوبات على ما قام به بحق زميله كريس روك، قد تصل إلى طرده أو وقف التعامل معه مستقبلا. فالبيان أدان بشدة فعل ويل سميث اللي اعتذر عنه بعد كده. وأشارت الأكاديمية إلى أن ويل سميث انتهى كل معايير السلوك المقبول من خلال السلوك المسيء،
والمهدد والإضرار بنزاهة الأكاديمية. وتعقد الأكاديمية اجتماع نهائي يوم 18 إبريل لإعلان الإجراء التأديبي بحق ويل سميث. وكشفت الأكاديمية أنه طلب من ويل سميث مغادرة مسرح دولبي فور وقوع الحادث لكنه رفض. وقدمت الأكاديمية اعتذارا رسميا إلى كريس روك والمرشحين الآخرين اللي حضروا الحفل المشاهدين في المنزل، ولكن من شاهد هذه الفعلة وشكرته على صموده في تلك اللحظة وعدم اتخاذ أي فعل عنيف في المقابل. أما الممثل العالمي بروس ويلس فأعلنت أسرته في بيان ليها على إنستغرام اعتزاله التمثيل وتقاعده من المهنة بسبب إصابته بمرض يعجز بسببه عن الحديث وتجميع الكلمات. وضحت أسرة بروس ويلس في بيانها إنها بتمر بمحنة وتحدي وبيقدروا التعاطف والدعم اللي بيقدمه محبي النجم الشهير ليه، وحرصوا على إعلان الخبر بنفسهم لأنهم بيعرفوا قدره عند محبيه وجمهوره. أصيب بروس ويلس صاحب 67 عام بمرض الحبسة الكلامية، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.